واسلوب الاحتجاز هذا هو الدعم اللي عطاونا حنايا. خصكم تخلصوا دابا وليس غدا وليس بعد قليل، دابا 7000 درهم نقدا، والا انت محتجز هنا حتى تخلصوا الفلوس. عيط لواحد العساس كانت عنده تما، قال له فلان شوف سد البيبان باش ما يهرب شيء. شخص كيتعامل معايا معامله ارهابيه. راه غادي من هنا 12 دليل يقدروا يجيو من موراكم البوليس. هاد السيد كيمثلنا وكيهددنا بهذا الشكل هذا. الفليسه تشبروا التوصيل ما عطاوه لناش. كان عندنا مهرجان دولي للشعر في طنجه في مشاركه 16 دوله من دول عربيه ومن امريكا ومناطق اخرى. كان عندنا تكريم الشاعر الكبير الاستاذ دكتور عبد اللطيف شهبون. كانت عندنا انشطه اخرى. اذا البرنامج اللي كان عندنا كان فيه 6 7 8. عملنا اتصالات بطبيعه الحال بمؤسسات احمد بوكماخ الثقافيه بمركز المركز الثقافي، ورحبوا بنا. يعني السيده المديره رحبت بنا ومرحبا بكم. اذا جات يوم 6 كنا في سميتو في طبيعه الحال هناك من اجل تنظيم شعر، وصلت بناتنا بيننا وبين الموعد ساعه واحده. بديك اللحظه كانت فاجئ انه كاين تما حضره النائب ديال العمده، يمكن هو النائب الاول، يعني جاء العين المكان. اذا حنا كنا 4 ديال الجمعيات، جمعيه دوليه اتحاد دولي، وكنا نادي الفكر، وكان المرصد، وكان الاتحاد، هادو 3 ديال الجمعيات مغربيه، وكان نادي الفكر، نادي الفكر يكون كذا، وثم كاين الاتحاد الدولي للادباء العرب. فهادو جاو خصهم يدخلوا القاعه. جا الكار، كنتظروا الكار، ها هو واصل، ها هو شويه. وديك اللحظه كنوجدوا نفوسنا امام في مكتب من المكاتب ديال مركز احمد بوكماخ، كنوجدوا نفوسنا وجها لوجه مع السي نائب العمده، وجا خصيصا باش غادي يتكلم معنا وتحديدا معايا انا. قال لي السي احمد انت عندنا محترم، وبالتالي خصكم تخلصوا دابا وليس غدا وليس بعد قليل، دابا 7000 درهم نقدا، في حين ان احنا ما فعلناش انه كاين اداء ولا شي لافته مكتوبه تما ولا شي ورقه، يعني اعلان مكتوب شي جهه من الجهات فيه انه الجمعيات يجب ان تؤدي كذا وكذا حسب كذا. يعني هذا الشيء كيتعمل بجميع المؤسسات، ولا غير الا بغيتي تمشي غير لهذاك اللي كيدير العراسات، راه كيجي كيقول لك اسيدي ها اللي خصكم تاديو. هادو ما قالوا لنا حتى شي حاجه. والسيد هذا النائب العمده ما قال ليناش، ما فسر ليناش علاش خصنا ناديو. وثم عيط لواحد العساس كانت عنده تما، قال له فلان شوف سد البيبان باش ما يهرب شيء. اذا انا كنوجد نفسي امام شخص كيتعامل معايا معامله ارهابيه. عيط للاستاذه قلت لها انا محتجز، راه فلان راه يحتجزوني، اش كيقول اش كيقول اش كيقول. قالت لي جلس ما تمشيش من تما، انا جايه حالا. انا الا مشيتي حتى ما خلصتوش النشاط غيتوقف، وحنايا راه غادي من هنا 12 دليل يقدروا يجيو من موراكم البوليس. هاد السيد كيمثل كيخدم الدور ديال، ما عرفناه واش كيخدم الدور ديال منتخب في المجلس، ما عرفناه كيخدم الدور ديال رجال الامن، ما عرفناهش من كيخدم. هاد السيد كيمثلنا وكيهددنا بهذا الشكل هذا. السي احمد افزاران بدا كيقول لي استاذه هاد الشيء خصو يتوقف، هاد الشيء خصو في الحين خصنا نوقفوه، وما عندناش 7000 درهم ما نعطيوه. قلت له ما يمكنش السي احمد، عندنا صوره بلادنا اعلى من اي ثمن، حنا النشاط ديالنا غادي يدوز، وهاد الناس اللي جاوا من اي دوله، مجموعه ديال الدول 16 دوله، دول من جاوا من اوروبا وجاوا من 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 اسيا وجاوا من الدول العربيه، ما يمكنش باش نوقف انا هاد النشاط هذا. صوره بلادنا غداش غيمشيو يقولوا علينا هاد الناس، شنو غيمشيو يكتبوا علينا؟ ابدا واش يتوقف النشاط. قلت له انا غادي نخلصهم. جا هو كلف الكتيبه ديالو، قال لها مشي معاها. قلت له ما عنديش فلوس هنايا، غتمشي معايا للبنكه. رجعنا للمركز كنصيبو السي محجور باقي جالس
في المكان ديالو، قال لي عطاتك الفلوس؟ قلت له عطاتني الفلوس. قلت له عطيني التوصيل؟ قلت لي غدا ان شاء الله اجي من موراه. الفليسه تشبروا، التوصيل ما عطاوهناش. الوصل انا ما كنتش في غفله على انني نسلم الفلوس وما ناخذش الوصل. انا الوصل طلبته ولكن ما تعطاليش في ذاك الساعه، وبالتالي كنت في واحد الظرف اللي كنت جد منفعله، لان الناس غادي يجيو والساعه ديال الافتتاح قربت، ما كانش ممكن باش نبقى تما كنطلبوا. رجعت من بعد ملي كتكمل المهرجان، رجعت عند ذاك السيده اللي كانت رافقتني باش عطيتها الفلوس، قلت لها تعطيني التوصيل؟ قالت لي واخا انا غنعطيه لك، غدا اجي من موراه. رجعت لغدا ما كنصيبش السيده، رجعت دوزت يومين اما ثلاث ايام عاود وليت رجعت، وبقيت كنتردد كل مره. في كل مره كنمشي هذاك السيد الحارس اللي كاين تما، مره يقول لي ما هيش هنايا، مره يقول لي ها هي باقا ما وجدتو شي، كل مره. فهاد التلاعب هذا فهمنا فيه اشياء، وحنا ما سكتناش هاد المده اللي هي 10 شهور، ما سكتناش على الوصل غير هكاك. ما سكتناش عليه، كنا كننتظروا الفرصه. جاتنا البلد ديالنا اشياء كثيره، ان الفلوس تشبروا والتوصيل ما تعطاش، فبقات كتردد لنا في الفكر ديالنا اشياء كثيره. لذلك حنا كنا كنتسناو الوقت، الفرصه اللي غادي تجي امامنا باش حنا نتكلموا على هاد، باش نتكلموا على اللي كيشبر الفلوس باسم سلطه وما كيعطيش فيه التوصيل. القاعة الكبيرة دوزنا فيها النشاط الأولاني، النهار الثاني كان عندنا مع فريق من فلسطين، كنوجدوا نفوسنا أننا في قاعة اللي هي غير الحيوط غير الجدران. أنا كنت سأل فين هما هاد، فين غيجلسوا الناس؟ لأن القاعة الكبيرة كراوها من واحد الشخص، واحد الفنان، غلقوا علينا الأبواب كلها لدرجة أن أي واحد كيبغي يخرج غير يمشي، غير يمشي للمرحاض او يمشي لاي مكان، ما عندوش منين يدوز لان الابواب كلها مغلوقه علينا. منين تسالت انا شنو السبب اللي غلقتوا علينا بهذا الشكل، قالوا لنا ان الناس يقدروا يتسربوا من عندكم ويدخلوا للمكان الاخر، ماليه مخلصينه وما خصهمش، اللي ما مخلصش الثمن يدوز عندهم. اسلوب الاحتجاز هذا هو الدعم اللي عطاونا حنايا. انا كنطلب من السلطات المختصه، الجهات المختصه، انها تفتح تحقيق، وتحقيق حقيقي، وإدارة الضرائب دخل، لأن الفلوس ديال 7000 درهم فين مشات؟ علاش ما بغاش يعطينا توصيل في ذاك الوقت، ماشي بعد مرور قرابة سنة؟ حنا المهرجان كان يوم 6 7 8 من أبريل 2018، كان تيخصو يعطينا التوصيل، ما عطاناش الوصل. علاش ما عطاناش الوصل؟ هذا سؤال كبير. هاد الناس هادو ساءوا لينا وساءوا لمدينة طنجة وساءوا للناخب بما فيهم هذوك الفقراء اللي صوتوا عليهم، هذوك الفقراء اللي ساءوا ليهم، يعني اساءوا اساءه كبيره لبلدنا. وحنا ما نقدروا حنايا نعاني ما نعاني، ولكن الاساءه اللي قدموها اللي عطاوها لهذه المدينه حنا ما غادي نسمحوا لهمش بها نهائيا.